انه بس جاكارا فيني رجعته يشتغل عنده. شو هالحكي بنتي؟ توليب خانم ليش بدها تجاكرك يعني؟ بابا انت شايف انه عادي يضل مجد شوفير عنده؟ شو يعني يكون شوفيره؟ مو سهلة انها تلاقي شاب موثوق فورا. قلت لي موثوق؟ هلأ مجد موثوق؟ لك هو الا شوي كان رح يقتل العمر بيك. ليكي يا بنت لا تخليني اعصب هلا، انت ممكن انت رايحه تتزوجي بعد كل شيء سوا؟ بابا معه حق، يعني كلنا حاولنا نقنعك بس ما رديتي. كأننا ندماني. نحن ضغطنا عليها كثير. يي دخيلك بابا، انت عاطيها وشي زياده عن اللزوم، بكفي بقى. اي والله ما بيصير هيك. مجد يا حبيبي وقف شوي. تركيني يا فاجرة احسن ما ابتلى فيكي. اسمعني، اول شي بعتذر ماشي واسفة كتير. اللي شو فيني اعمل حتى تسامحني؟ انتي اسفة لكان ولك عن اي اسف عم تحكي؟ اه ليش خليتي فيي اسف انتي؟ لك وقف، ما بدك تسألني ليش عملت هيك؟ لك لشو بدي اسألك؟ حاجة ترمي كل جنانك علي بقى، يلا امشي روحي هيك، فوتي على المخفر وقولي اغتصبتك، شو عم تستني؟ لك الله يسامحك. لك انا بحبك كتير مجد، فهمني. اه هلا بدنا نبلش بالمسرحية، ليش بتعرفيني لتحبيني؟ اه ليش مين انا؟ من عمري 13 سنة بعرفك. يا حبيبي اجيت وقت زيارة عبيت خالي بالحارة، ضلينا مع بعض من الصبح للمساء، انا وانت وجوري. انت كانت عينك عليها بس انا كانت عيني عليك. انا من هداك اليوم عشقتها. شو هالحكي مجد؟ هي ما بتحبك، انا اللي بحبك وبموت فيه. في مجال بقى تطلع من راسي نهائيا؟ انت وجوري مختلفين وما بتشبهوا بعض، بس انا وانت بنشبه بعض وكتير، نحن اتنين بنحب للموت. اسمعيني، البنت اللي حابب اقضي معها عمري هي جوري ماشي؟ لسه هلأ قلتي انك بتحبيني بتموتي فيني. انا كمان بحبها لجوري وبموت فيها وبدي اعمل كل شيء لرجعها. ميرا انت بس تركيني بحالي. بيوم حتفهمني ورح تعرف اني الوحيدة اللي بحبك يا مجد. لكن خلص خلصنا بقى. مرحبا، تعال عندي يا حلو. مرحبا مرحبا، طلع فيني. مو معقول قديش انت حلو لذيذ بتجنن. ايه يا روحي انت وحاطين لك طوق كمان. تعال شوف تعال، مين تركك قلي؟ انا. عجبك ما؟ صغار حلوين وبريئين، مو كنتي تحلمي فيه بصغرك؟ هاي هلا جبت لك واحد. بلا هالحركات مجد. طب ليش يا جوري؟ بشرفي اختك جوري رح تجنني ها؟ ايه ما ضل شي ما سويت لها يا. اذا بجيب لها لبن العصفور ما بيعجبها. يلا ليكي. لا تكون جوري معجبة بشي حدا وما عندي علم بهالشي. احكي لي، هذا النواعم اللي اسمه عمر ما عاد عم يحوم حواليها ما هيك؟ يي بلا جنانك هلا، لو في حدا كنت حسيت. اصلا هي الا فترة ما عم تطلع من البيت، دافنة حالها بالرسم والقماش تبعها. بعدين شو هالفنة تبع الرسم والقماش الطالعة فيها؟ لو قلبها حجر كان حس فيني. لك شو صار لك؟ صبر شوي صبر صبر.
ماجد طلع، خطرت على بالي فكرة، تعال نحرك لغيرتها. كيف يعني؟ لك ماجد شغل مخك شوي بقى، انت طول الوقت بتغار عليها، بس هي بالعادة ما بتغار عليك، ليش يا ترى؟ لأنها بطلت تحبني، كرهتني خلص. لا يا أستاذ، لا، انت ما عملت اي شيء لحتى يخليها تغار عليك، يعني انت اكتر من مرة شفتها مع عمر بيك، مزبوط كلامي؟ بس هي ما شافتك من قبل مع بنت، مو هيك؟ يعني ما شافتك قريب من بنت كتير، صح؟ ما بحب طلع على بنت غيرها ولا بحياتي عملتها. ما انا هذا اللي بقصده بالضبط، انت ركز شوي معي، خليها شي مرة تغار عليك لنشوف شو رح تعمل، يعني خلينا نشوف شو رح تكون ردة فعلها. وبلكي ما غار. يا الله، يعني اذا بتحبك وبتحس بشي تجاهك اكيد حتتوتر، بس سمعت حكي ومن هالحركة، يعني انا ما اكون محلة، انا مثلا بنته في شعر البنت وبضربها. بس المشكلة هلا من وين بدنا ندبر وحدة تلعب معك دور الحبيبة؟ لك يولا وين اختك لهلا ما اجت؟ نحن ناطرينها هلا بالسوق. هلا بدي شي. من شان طالعه من البيت طلعت روحي الله وكيلك، دقيقه وبتوصل. قلت لي وصلت؟ ايه ماشي ماشي يلا روح. اسمع اسمع، امسكوا ايدين بعض. ماشي ماشي. نمشي؟ بالاول خليها تطلع. بلكي ما غارت. في مجال ما تسمعيني صوتك. ماشي، بس ما عندي وقت كتير. انت مثلي انه مبسوطين كتير ماشي؟ انت بهي اللي شافتنا؟ شافتنا شافتنا. اها، هاي جوري شو عم تعملي هون؟ جيت لحتى اشتري صحة. مرحبا جوري. اهلين ميرا. بس ما نكون فاجأناكي بمشيتنا مع بعض. لا يعني انا فرحت لكم كتير. قلتي لي فرحتي لنا؟ شكلكم مبسوطين كتير، الف مبروك. شكرا. لك انت جنيتي شي يعني؟ شلون فرحتي لنا يعني؟ شو بتخالفي انت؟ لك انت من اسبوع كنت رح تصيري مرتي جوري. خليتني اندم لاني سلمت عليكم، انا مالي فاضيه بخاطركم. لك جوري تعي. مجد مجد، انت يعني ما عم تشوف؟ انت انتهيت بالنسبة إلها، وانا قلت لك هالحكي من قبل، جوري ما بتحبك ابدا. انت سكتي ميرا،